ما بتصور في يوم من الأيام أكون واقف على دكة الاحتياط مدرب لأي فريق يلعب ضد البيرة. هذا كنت أعتبره جنون، لأن أنا ما فيش في خيالي وعاطفتي إلا فريق مؤسس الشباب. بدأت في نادي مجموعة البيرة الأولى في مدينة البيرة، بدأنا بالكشاف وأنا عمري 8 سنوات، ثم التحقت في فريق البراعم التابع لمجموعة البيرة الأولى، واستمريت حتى أصبحت فريق الأشبال ثم الناشئين حتى وصلت إلى الفريق الأول. طبعاً إحنا حبينا كرة القدم من خلال متابعتنا لنجوم مجموعة البيرة القدامى، أمثال جمعة عطية، محمد شبيكة أبو العبد، كريم عبد الله، حازم الدجاني حارس المرمى، جعفر درويش. فكنا نروح على النادي ونذهب إلى الملاعب حتى نحضر لهم مباريات. حتى أنا أذكر أنه حصلت مباراة وأنا طفل لما تجاوز 10 سنوات، مباراة بين البيرة والنادي إيبا الكبرسي على ملعب الفرنس. ومن خلال النادي ومن خلال اللاعبين تعلقنا بكرة القدم. لاعب كرة القدم في السابق كان يعشق كرة القدم، يعشق ناديه، يعشق البلد اللي عايش فيها. كنا نلعب عشان رفع اسم البلد والنادي من غير النظر إلى أي إلى حافز مادي أو أي شيء، بالعكس كنا ندفع من جيوبنا الخاصة حتى نقدر نذهب إلى التدريب ونذهب إلى المباريات، حتى أدوات الرياضة كنا نشتريها من مصروفنا الخاص. الملاعب انولدنا وكبرنا واحنا نلعب على الملاعب الترابية، بس كانت في متعة في الأداء، متعة في الأخلاق، متعة في التشجيع، متعة في الإداريين، في المدربين، متعة يعني لا توصف. بالنسبة لي أنا لعبت في ملاعب البيرة الجديدة، ملاعب الحسين بن علي، ملعب أريحة البلدي، ملعب طول كريم، ملعب نابلس، هدول كلها ملاعب كانت كلها ترابية. حتى في ملاعب يعني باسكورس زي ملعب طول كريم وملعب نابلس والبيرة، كانت يعني مش بزيادة الملاعب، بس كان أفضل ملعبين كنت أحب ألعب عليهم ملعب الحسين بن علي وملعب أريحة في فصل الشتاء. المشجعين بالسابق كانوا يعشقوا الفريق، يعشقوا اللاعبين، يذهبوا مع الفريق وين في أي مباراة على أي بلد تلاقيهم لاحقينهم في البساط في السيارة، يتابعوا يشجعوا باحترام بأدب بأخلاق. ما كنتش تشوف ألفاظ مش في محلها، كنت تلاقي جمهور وجمهور من الكبار، كان جمهور يلحق الفريق من كبار السن يذهبوا يستمتعوا في أداء اللاعبين. صحيح هو ما كانش في اتحاد فلسطيني كرة القدم، بس كان في موجود رابطة الأندية الرياضية، كانت موجودة واحدة في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة. كان رئيس رابطة الأندية المرحوم الله يرحمه الأستاذ الكبير ماجد أسعد اللي له فضل على كل الرياضيين، وكان يرأس رابطة الأندية في قطاع غزة معمر بسيسو. وحدة الرابطين مجد أسعد يكون الرئيس ومعمر بسيسو نائب الرئيس، بس كان كل دوري الضفة لحال ودور القطاع لحال، كانت الرابطة هي اللي تشرف على كل إشي.
حتى ما كانش مثلا رابط الأندية بس لكرة القدم، كان لكل الألعاب. الإعاقات كانت من قبل الاحتلال، يعني تصور وأنت بتلعب في مباراة يجي الجيش يقتحم الملعب، قنابل غاز، يعتدي على الجماهير. أحياناً وأنت ذاهب إلى أحد الملاعب على ملعب نابلس على هان يوقفوك في الطريق، أحياناً ترجع، أحياناً يعتقلوا بعض اللاعبين، يعتقلوا بعض الإداريين، بعض الجمهور من داخل الباص. كان في معاقات من الاحتلال، ولكن بهمة الشباب وبهمة رابط الأندية وبهمة الرياضيين المخلصين استمرينا في أداء واجبنا اتجاه أنديتنا وبلدنا. في عدة فترات للتدريب في مؤسسة شباب البيرة، يعني في فترات كنت أدرب وأنا ألعب، أيام كان مثلاً المدرب القدير جمعة عطية مريض وسوى عملية وذهب إلى الاستراحة في رفح، استلمت التدريب وألعب وأنا، وحتى أحرزت بطولة بيت صفافة الرمضانية، وصلت ل نصف النهائي كأس فلسطين، خسرنا مباراة مع شباب الخليج 2-0، المباراة كانت على ملعب نابلس البلدي. وبعدها في بداية النشاط الرياضي في 91 صرت مدرب رسمي لمؤسسة شباب البيرة، دربت عدة سنوات طويلة، أحرزت عدة كؤوس، كانت تصير مباريات حبية وكؤوس، وصلت لنهائي كأس فلسطين في 96 وخسرتها مع بلاطة 4-0، وفي 97 وصلت برضو المباراة النهائية وفزنا على شباب الخليل في ركلات الجزاء الترجيحية على استاد أريحة. هذه الفترة المباراة اللي كانت بين مؤسسة البيرة وخدمات رفح سووها جديدة، ما كانش تحصل، اللي بيحصل كان اللي بياخد دوري الكاس يذهب إلى المشاركة في البطولات العربية، فارتأى الاتحاد إنه يسوي مباراتين ذهاب وإياب بين البيرة، مؤسسة البيرة وبين خدمات رفح. من المفروض إنه المباراة الأولانية نلعبها على ملعب اليرموك في قطاع غزة، ذهبنا ولكن حصل عواصف ومطر شديد فأجلت المباراة، فارتأوا إنها المباراة الذهاب تصير على استاد أريحة. لعبنا احنا خدمات رفح على استاد أريحة، خسرناها 3-2، كانت خسارة يعني مش متوقعة الصراحة. بعدين ذهبنا بعد أسبوع أسبوعين إلى قطاع غزة ولعبنا مع خدمات رفح على ملعب اليرموك، بس كان في عندي عدة مشاكل، إنه حارس المرمى الأساسي زياد بركات لم يحصل على تصريح، وكان عندي الحارس البديل الشهيد ماجد رضوان، الثاني كان مسافر، فذهبت من غير حارس مرمى، فاصطحبت معي حارس مرمى الأشبال عنان وليد، وكان عندي برضو هداف الفريق ونجم الفريق ماهر بركات كان يعاني من انزلاق غضروفي وبهي حاله على اساس انه يسوي عمليه، فما لعبش مباراتين ماهر بركات. ذهبت الى قطاع غزه حتى وانا طالع في الليل بنتحرك في السيارات، اجاني زياد بركات وقال لي بنصحك يا كابتن ما تروح تلعب المباراه، لانه بلاش لا سمح الله تكون هذه نهايتك كمدرب، لانه بجوز راح تلقى هزيمه كبيره وراح تاثر على مسيرتك. قلت له لا يا زياد، انا بدي اذهب الى قطاع غزه والعب مهما كانت النتيجه.
واحنا متواجدين في غزة اجاني احمد العفيفي رئيس الاتحاد، واجاني الله يرحمه راسم يونس ابو اسلام، وعرضوا علي عشان فيش معي حارس مرمى ان الاعب مأمون ساق الله او اسماعيل الخطيب، اختار اي واحد منهم يلعبوا معي، والاثنين كانوا حراس المنتخب الفلسطيني. رفضت الفكرة، قلت لهم انا معي شبل لا يتجاوز 16 سنة بدي العب فيه المباراة، ولعبت فيه في عنان وليد في مباراة. للأسف الشديد انتهى الشوط الأولاني 0-0، الشوط الثاني هدف ذاتي، بعدين أجا هدف بعده بعشر دقايق، انتهت المباراة 2-0، وأجاني جمهور غزة يهنوني على الفريق وعلى الناشئين الموجودين في الملعب، وشكروا فيهم وعلى أدائهم وعلى موهبتهم. الإيجابيات الفترة هذه الاتحاد الفلسطيني القدم اللي عمله سيادة الفريق جبريل رجوب أبو رامي نقلة نوعية، يعني عمل رياضة، أسس رياضة، صارت العالم تعرف فلسطين ومنتخب فلسطين وأندية فلسطين. كنا زمان مشاركش في البطولة، إلا في البطولات العربية اللي غير معترف فيها، بطولة الأندية العربية، بطولة البطولة الآسيوية والمشاركة في أمم آسيا، هذا كله ما كانش موجود، مع انه كان في امكانيات لاعبين رهيبه جدا ومستويات عاليه من اللاعبين، بس ما فيش لانه وضع احتلال. اجى ابو رامي غير هذا كل شيء، سوى نقله نوعيه في الرياضه الفلسطينيه. دربت فتره وادي النيس، بس كيف دربت وادي النيس وانا في لجنه الحكام المركزيه؟ كان وادي النيس بده يشارك في الدوره العربيه، ودربهم فترة، كان عندهمش مدرب، دربهم فترة الدكتور جمال بشارة، وصار جمال بشارة الدكتور جمال بشارة عنده امتحانات في الجامعة الأردنية على ما أعتقد، فأجاني كتاب من سيد أبو رامي جبريل رجوب إني أروح أدرب وادي النيس أسبوع 10 أيام استعدادا لمباراته مع الفيصلي في الدورة العربية. فروح تدربت وادي النيس، كنت أدربهم صباحي ومسائي. من خلال فترة التدريب وأنا أدرب فيهم عرض علي وادي النيس أني أتعاقد معهم كمدرب، رفضت الفكرة نهائيا، رفضت لأنه أول شيء أنه أنا عشان البيرة، ثاني شيء أنا عضو لجنة حكام مركزية، ما بقدر أدشر وأجي أدرب. وحتى حكوا لي على التدريب اللي كنت أدربه، بقولوا بتدربنا فيش فريق في الضفة الغربية راح يغلبنا. طبعا عرض علي اني ادرب عدة اندية، اول اشي رفضت اني ادرب حبا وانتماء لنادي مؤسس شباب البيرة، لاني ما بتصور في يوم من الايام اكون واقف على دكة الاحتياط مدرب لاي فريق يلعب ضد البيرة، هذا كنت اعتبره جنون، لأن أنا ما فيش في خيالي وعاطفتي إلا فريق مؤسس شباب البيرة.